الحديث هناك ما يسمى بالخبر، وهناك ما يسمى بالأثر، وهناك ما يسمى بالموقوف، وهناك ما يسمى بالمقطوع. الحديث في اصطلاح المحدثين هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، يعني صفة له عليه الصلاة والسلام، إما صفة خلقية أو صفة خلقية. وأما الخبر فهو عند بعضهم كالحديث، وقال البعض إن الخبر هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فيكون الخبر بهذا الاعتبار أشمل من الحديث. وأما تعريف الأثر فهو ما أثر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل وفي الأثر فلا يراد من ذلك أنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيد كما لو قيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهو ما أثر عن الصحابي، فما يقوله الصحابي يعد موقوفا، إلا إذا كان هذا الصحابي يقول شيئا لا يتعلق بالاجتهاد، بمعنى ليس فيه مجال للاجتهاد، كما لو أخبر عن شيء يكون في المستقبل، أو أخبر عما يكون في القبر، أو أخبر عما يكون يوم القيامة، فهذا يعد من قبيل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما. وأما المقطوع فهو ما أثر عن التابعي فمن بعده، فإذا قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أو قال الحسن البصري رحمه الله قولا فيعد هذا القول مقطوعا.